احنا كل يوم والله بنتمنى له الشفاء وبندعي له. هو مش بس مجرد ان هو كان يعني نائب رئيس النادي وانه كان معانا لحظه بلحظه في كل خطوه وفي كل ملف وفي كل حاجه، لا، لكن هو اخ كبير وشخصيه محترمه جدا، شخصيه مجتهده، اتعلمنا منه كلنا كشباب في النادي الاهلي. كان بيقف جنبنا بصراحه في كل المواقف، فهو مأثر فينا كلنا يعني احنا كشباب وككبار في المجلس وككل الناس اللي موجوده. بنروح له على طول باستمرار والحمد لله، يعني على طول بنطمن عليه من خلال طبعا الاسره الكريمه، وبنتمنى له الشفاء، ويا رب يا رب يعني ربنا ان شاء الله يقومه بالسلامه يا رب. طبعا النادي الاهلي دايما مهتم بالناحيه التعليميه، يعني الناحيه التعليميه عندنا مهمه جدا زي الناحيه الرياضيه، ويمكن ده كان من الاسباب الرئيسيه او من البوينتس الرئيسيه عندنا في البرنامج الانتخابي من 6 سنين، ان احنا كان عندنا شق كامل للشق التعليمي، ازاي ان احنا نشارك او نساهم ان احنا نطور الرياضه من خلال التعليم، من خلال بقى الاعضاء ومن خلال الجمهور ومن خلال الكوادر الشبابيه والكوادر الاداريه. فيمكن ده خلانا ان احنا نمشي في كذا سكه، كان من بدايتهم سكه الجامعه الامريكيه، وعملنا بروتوكول تعاون مع الجامعه من حوالي 2 سنين، مضينا معاهم بروتوكول بالدبلومه، او يعني هي لسه ما تطرقتش للدبلومه لكن هي شهاده في المجال الاداره الرياضيه، برنامج في الاداره الرياضيه، والحمد لله ده بقاله 2 سنين دلوقتي وخرج اكتر من 100 طالب سواء من الجامعه او من بره الجامعه. موضوع مفتوح للجميع انه يشارك، وعاملين برضو احنا الاعضاء النادي الاهلي خصومات بمميزات معينه في البرنامج ده، والنهارده برضو موجودين في ايفنت كبير، مسابقه ما بين الطلبه لاختيار احسن مشروع، مشارك فيه اكتر من 120 طالب من الجامعه من مختلف الكليات. النادي الاهلي برضو بدوره بيدعم وبيتواجد وبيدي النصيحه، ولو في مشروع منهم قابل للتنفيذ النادي الاهلي اكيد هيساعد في كده. يعني صناعه الرياضه طبعا انت بتتكلمي على استثمار بقى بمليارات الدولارات حول العالم كله، مش بس في كرة القدم زي ما انت قلتي، في ألعاب كتير جدا، واحنا النادي الأهلي بنخدم أكتر من 15 لعبة، السلة، اليد، الطايرة، الألعاب الفردية، الألعاب الجماعية. بدأنا دلوقتي، زمان يمكن ما كانش فيه مردود قوي من الألعاب الجماعية أو الفردية الأخرى غير كرة القدم، لا بس النهاردة لا، بدأنا إن احنا بنستثمر فيها، بدأنا إن احنا بنجيب لاعبين بأرقام كبيرة، مدربين أجانب معظمهم للألعاب الجماعية. اخر حاجه يمكن بطوله افريقيا الحمد لله فوزنا بيها كسله وكيد، كان ليها مردود مالي بطوله السله برضو ومعموله بشكل احترافي كبير من الام بي اي بترعاها. فبدات الخريطه تتغير شويه، ما بقتش كره القدم فقط، لا العاب الاخرى، حتى برضو الالعاب الاولمبيه احنا برضو بنهتم بيها جدا في النادي الاهلي. فلا الحمد لله يعني عندنا اهتمام بالخريطه العالميه والتطور اللي بيحصل في الرياضه حول العالم. احنا يعني يمكن انا ما بدرس في الجامعه، بدرس هندسه، فبحتك بطلبه هندسه فقط، وهم طلبه مميزين كلهم جدا، لكن مثلا المشروع اللي احنا بنناقشه النهارده او الايفنت اللي بنناقشه النهارده متقدم لنا مشاريع من مختلف الكليات، فشوفنا طلبه من الاعلام ومن هندسه ومن اقتصاد ومن اداره اعمال وخلافه. لا حقيقة مستوى احنا حتى انبهرنا بيه، كنا كلجنة تحكيم عاملين لجنة تحكيم انا عضو فيها وورش عمل نشوف المشاريع المقدمة، لا يعني مستوى كطلبة لسه تحت يعني متخرجوش اندر جراد، كلهم هايلين، كلهم بصراحة عندهم افكار هايلة انا اتفاجئنا بيها يعني كلجنة تحكيم، واعتقد هيبقى ليهم شأن كبير يعني لو استمروا في الكارير الرياضي. يعني شفنا والله حاجات كويسة كلها، واعجبنا فعلا بكذا مشروع، يعني حتى يعني كلهم يستحقوا الفوز يعني، لكن في النهايه احنا بنختار احسن 3، في جوائز ماليه من الجامعه ليهم، وان شاء الله ده اللي هيتم النهارده يعني باذن الله.